الآن خلصنا المجاميع، راح أدخل بمخدرات عامة بشكل متفرق أشرح عنها. عندنا مخدر اسمه الكيتامين، هذا المخدر إحنا نستخدمه كأطباء في حالات تخدير، خاصة عند الأطفال نستخدمه كأنستيجيا، حالات مخدر، خاصة لما يحاولون يدخلون أنبوب تنفس في بعض الحالات التخدير يستخدمون الكيتامين. لكن تذكروا مخدر خطير جدا، في عنده مضاعفات خطيرة. أيضا ممكن يستخدم لبعض حالات الألم الشديدة جدا اللي تحتاج مادة قوية تأثيلك إلى تخفيف الألم، فنستخدم الكيتامين. وأيضا لعلاج ميجر ديبريشن، حالات الاكتئاب الحاد الشديد، في هذه الحالة ممكن يستخدم الكيتامين. لكن ذكروا أنه هو خطر. شنو المضاعفات اللي راح تصير؟ الكومبليكيشنز اللي أخذ هذا الدواء، راح يسوي لك اعتلال في الذاكرة، impaired memory، هذيان، delusions، قصور في الجهاز التنفسي وتوقفه، وهذا أكثر خطر لهذه الحالة. يسوي لك respiratory depression. ليش؟ لأنه نفس الحال راح يأثر لك على مناطق الجهاز التنفسي في الدماغ، وإذا توقف الجهاز التنفسي ممكن يؤدي لك إلى حالة الوفاة، يأثر على القلب وممكن يؤدي لك إلى اعتلال في عضلات القلب، لأن إلى تأثيرات ثانية، إلى تأثيرات ثانية على قنوات الأيونات الموجودة في القلب، فبالتالي ممكن يؤدي لك إلى حالات خطيرة، أرثمية في القلب، ويؤدي لتوقف القلب وممكن الوفاة. فهذه حالة أيضا مهمة. وأيضا عنده تأثير خطير اللي هو زيادة الانتراكرانيال بريشر، أو الضغط داخل جمجمة الرأس. طبعا هذا الدواء هو دوز ديبندنت، يعني معتمد على مقدار الجرعة اللي تاخذه. كل ما كانت الجرعة أكثر كانت السمية أكثر. إحنا لما نعطي تحت إشراف طبي، المسألة ما تكون بهذه الخطورة وتكون تحت إشراف طبي، لكن لما شخص يأخذه بشكل غير مسؤول، بالتالي ممكن تصير هذه المضاعفات للأسف، وتؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة. زيادة الضغط داخل الجمجمة، ولذلك إذا شخص كان عنده زيادة بضغط داخل الجمجمة يمتنع عن أخذ الكيتامين. عندنا متفرقات من الأدوية أيضا ممكن تأثر لك. عندنا الأكستسي، دواء أيضا مخدر مشهور جدا، طبعا تأثيره قريب لتأثير الأمفيتامين، وأيضا عنده تأثير شوية سام للأعصاب، نيورو توكسيك. عندنا الـ LST يمكن يؤدي لك إلى ارتفاع درجات حرارة الجسم وزيادة معدل ضربات القلب، وطبعا التعرق، الأرق، يعني هواية أمور، وسلوك انفعالي impulsive acts ممكن يسوي لك behavior. الجي اتش بي، رغم انه كثير يعتبرون هذا الدواء مو خطير بهذه الخطوره، لكن للاسف ما يعرفون حقيقه لهذا الدواء انه ممكن يؤدي الى discoordination in movement، يعني خلل في تنسيق الحركه، وايضا ممكن يؤدي لك الى short memory loss، انه تفقد بشكل لحظي التركيز والذاكره، وايضا ممكن يؤدي الى drowsiness، دوخه، وهذا الشيء خطير خاصه اذا كان شخص يقود سياره وماخذ هذا الدواء. تخيلوا ايش راح يصير، ممكن يؤدي الى اصطدام، واغلب المرضى اللي او اغلب الاشخاص اللي ياخذون هذا الدواء يموتون من حوادث السيارات وغيرها للاسف. فهذا دواء خطير جدا، وايضا له تاثير خطير لو اخذ مع الكحول، وطبعا للاسف الاغلبيه ياخذوهم مع كحول في سهرات أو حفلات، وبالتالي ممكن يصير عندهم مشاكل كثيرة، لأنه احتمال يؤدي لك إلى توقف التنفس respiratory arrest ويا الكحول. فهذا دواء خطير جدا، حبيت أنوه عليه. قلت لكم مو أنه شيء يسوي لك تأثير معين معناته دائما أنه لو أخذت بكميات أو أنه لو ادمنت عليه أنه معناته ما له تأثير، لا، ممكن يصير له تأثير خطير جدا ويحدث لك إياه بشكل مفاجئ ويأثر على حياتك. في الختام أحب أتكلم بشكل بسيط عن كيف تتخلص من الإدمان. حتى تتخلص من إدمان المخدرات تحتاج أول شيء أن تكون مسلح بالعلم والمعرفة، أعرف شنو تأثير هذا أو هذه المخدرات على جسمك، وكيف هي تضرك بحياتك، وكيف تتأثر على وعيك ومستقبلك. هذا أول شيء، العلم والمعرفة سلاح لازم تتحلى به، ولازم حاول دائما أنه نكون عندنا معرفة بأجسادنا وبوعينا وعقلنا. فأول شيء أنه تتعلم وتعرف أنه هي مضرة بالفعل بالنسبة لك. ثاني شيء لازم تفهمه أنه لازم تكون عندك إرادة. ماكو أي دواء، ماكو أي شيء يتغلب على إرادة الإنسان. لازم تكون عندك إرادة، لازم أنت عندك إرادة تتخلص من الإدمان. بدون إرادة ما راح نقدر، أو ما راح أنت تقدر تتخلص من الإدمان. لازم أنت تأخذ هذا القرار وتكون على وعي أنه اللي أنت تسويه هو شيء خاطئ، وشيء أنت تضر به نفسك وتضر محيطك. فانتبه لهذه المسألة، حاول أنه يصير عندك عزيمة وتعرف أن هذه المسألة هي مسألة غير صحيحة ولازم تتخلص من عندها لذاتك مو لشيء ثاني، أنه تعرف تأثيرها على المجتمع وتأثيرها على العائلة وتأثيرها النفسي، وبالأخص تأثيرها أيضا الديني عليك كشخص، وبالتالي أنت تقلع من عندها لعدة أمور، سبب صحي وسبب ذاتي وسبب وازع ديني، فتتخلص من عندها وتتخلص من هذه المشكلة. فلازم أنت يكون عندك إرادة بالبداية حتى تتخلص من عندها. لما تقرر تتخلص من هذه المخدرات اللي تتناولها، لازم تروح تستشير
احد مقرب لك تحاول تخليه يساعدك، لان وحدك شويه صعب راح تصير المساله، خاصه بعض الادويه اللي راح تفوت بفتره وذدرول او انسحاب دوائي. في فتره الوذدرول والانسحاب الدوائي افضل ان تكون تحت اشراف طبي وفي مراكز اعاده التاهيل، لان هم يقدرون يساعدوك ويخلوك تتجاوز هذه العقبه بشكل سلس ويمنعون الريلابسنج او انه ترجع تاخذ مره ثانيه هذه المخدرات. فتذكروا هذه المساله. وبالنهايه اريد اقول لكم مساله مهمه ايضا لازم نعرفها، انه احنا الآن نعيش في فترة من الفترات اللي أنت محتاج وعيك حتى تقدر تنتج، حتى تقدر تعيش، حتى تقدر تطور من نفسك، حتى تقدر تدخل مدخول مادي أكثر لك، حتى تقدر تعيش حياة صحية أكثر. فإذا أنت غيبت الوعي لا تتصور أنه هذا الشيء معناته أنه أنت سعيد، بالعكس معناته أنه أنت تتغيب أهم قدرة عندك إياها كإنسان اللي هي وعيك، اللي تقدر من خلالها تحقق ذاتك وتحقق طموحك وتقدر تخلي اسمك في هذا العالم. فهذه أيضا حبيت أنطيكم إياها كنصيحة، ماكو شيء صعب، كل شيء إن شاء الله يكون سهل بالمثابرة، الإصرار والمعرفة. المعرفة سلاح، حاولوا تتحلون به. أتمنى لكم كل الخير وألقاكم في فيديو آخر. سلام عليكم.